أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس عليك.
لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق في الليل
لأولي الألباب الذين يذكرون الله لأولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا الذين يذكرون الذين يذكرون الله يذكرون الله قياما يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانك وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون وعلى سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار ربنا فآمنا
ربنا يكبر خاطرك يا حبيبي. سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم.